السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده ويوم جديد في مزرعتك في بيتك. اخر حلقه النهارده لدوره التسمين بتاعتنا في عمر ال 36 يوم. اقول لكم على تفاصيل حاجات مهمه جدا تعملوها في دوره التسمين تطلع معاكم الاوزان دي وبالتالي تطلع معاكم ارباح كويسه جدا مرضيه في نهايه كل دوره. ولكن قبل ما نبدا الحلقه كالعاده ما تنسوش انزلوا حالا في الكومنت صلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسوش كمان تكتبوها بايديكم في التعليقات وخلوها شاهد لينا يوم القيامه. اي حد من اخواتنا المبتدئين عنده دوره تسمين المتابعه معايا مجانا على الرقم اللي بسيبه لحضراتكم في نهايه كل حلقه كالمعتاد، واي حد عنده اي سؤال اكتبوا لي في الكومنت تحت الفيديو برد على معظم اسئله حضراتكم قدر المستطاع. ما تنسوش كمان تشيروا الحلقه في الخير، وما تنسوش كمان لو لسه مش مشتركين معانا اشتركوا في القناه وفعلوا جرس التنبيه علشان لما ننزل اي فيديو يوصل ليكم اشعار من اليوتيوب وتعرفوا الحاجات اللي احنا بننزلها علشان تطلع معاكم دوره تسمين بالنجاح اللي حضراتكم شايفينه معانا بارباح ما شاء الله لا قوه الا بالله. ارباح كده التسمين ده يا جماعه من اكتر المشاريع اللي بيجيب ارباح كويسه جدا بس لو اشتغلتوه بشكل صحيح. طيب النهارده زي ما حضراتكم شايفين اليوم ال 36 في عمر دوره التسمين بتاعتنا. لو شايفين من قريب كده هتلاقوا اصلا الفراخ لسه فيها ريش اصفر يا جماعه في رقبتها اهو. بصوا من قريب هتلاقوا الفراخ لسه في رقبتها ريش صغير اصفر، ومع ذلك ما شاء الله الاوزان معديه 3 كيلو. طبعا احنا بعنا واخدنا ارباح كويسه جدا، ان شاء الله هنزل لكم حلقه ارباح وهنزل لكم كمان دراسه جدوى على ميد كتكوت وهنزل لكم ارباح الميد كتكوت وهتشوفوا الارباح بتبقى كويسه ازاي بس لو اشتغلتوا بشكل صحيح. تمام كده. طيب اخواتنا بقى اللي بيسالونا على الكتكوت الرص كويس ولا مش كويس، يا جماعه الكتكوت الرص اللي ما اشتغلش بكتكوت رص يبقى بامانه ما اشتغلش تسمين صح. الكتكوت اللي قدام حضراتكم ده او الفرخ اللي قدام حضراتكم ده كتكوت رص، ده اللي انا بورده جميع المحافظات ما شاء الله الاوزان قدامكم وهنوزنها دلوقتي حالا على الطبيعه. الناس بقى اللي بتقول لي الرص مش بيعمل صدر، يا جماعه تعالوا كده من قريب بقى اوريكم، مش قادرة اشيله اهو. بصوا كده شايفين صدر الرز يا جماعة ما شاء الله، تعملوا بانيه تعملوا مرقوم تعملوا اللي انتوا عاوزينه ما شاء الله الاوزان اهي ما شاء الله شايفين يا جماعة. طيب النهاردة عاوز اقول لكم ان اهم حاجة في دورة التسمين اللي تطلع معاكم الاوزان دي بدون امراض بدون اي مشاكل هي التهوية وهي درجة الحرارة والاستقبال وكمان الادوية اللي لازم تستقبلوا عليها اللي هي المضادات الحيوية المظبوطة، مش شوية مية كده والوان وخلاص بتجيبوها من عند البيطري يقول لكم كذا حطوها ويومين ثلاثة وتعالوا لي. يا جماعة الادوية اللي مش مظبوطة ما بتعملش معاكم اوزان وما بتعالجش اي حاجة. طيب نرجع تاني للوقايه خيرا من العلاج اللي هي ايه؟ اللي هي التهويه يا جماعه. لو شايفين معانا ملاحظين كده البلكونه دي مفتوحه من الكتكوت ده وعمره 7 ايام خلاص كده لحد النهارده اخر يوم في الدوره. طبعا احنا بعنا والعدد اللي موجود ده قدامكم انا بنشفه كده علشان هتبيعوا خلاص، دي اخر يوم النهارده ليه، هتبيعوا النهارده على الوزن ده كده رضا قوي، انا مش عاوزه اكتر من كده. لو ملاحظين معايا هنا كده بصوا اهو هتلاقوا اصلا انا حاطه ليهم بواقي اكل بيت يا جماعه، يعني شويه رز على شويه عيش على بواقي اكل على شويه كده من البادي لان العلف بتاعهم خلص خلاص، فانا مش هشتري بقى تاني خلاص، فحطيت ليهم شويه علف نعمين وعليهم بواقي الاكل البيت يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين اهو. هنحط تاني لان طبعا بيوقعوها خلاص كده. طيب اخواتنا اللي مش بيعرفوا تسمين يا جماعه، التسمين من افضل المشاريع اللي تعملوها في بيوتكم بدون اي مشاكل وبتدخل عائد كويس جدا بس لو اشتغلتوها صح. بمعنى ايه؟ بمعنى لازم تجيب كتكوت كويس من مصدر كويس، لازم تجيب كتكوت شركه. ده كتكوت شركه يا جماعه، ده الكتكوت اللي انا بورده جميع المحافظات بفضل الله، واخواتنا اللي اخذوا مني كتاكيت سواء مزارع سواء اهالي كل الناس دي عارفه الكتكوت ده اسمه رص يا جماعه، من افضل انواع الكتاكيت اللي تشتغلوا بيها سواء في المزارع او كمان لاخواتنا اللي بيربوا 10 و20 و50 و100 و500 والكلام ده كله خلاص كده. طيب يبقى مهم جدا جوده الكتكوت اللي حضرتك بتستلمه، استلم كتكوت صح، ما تبصش على سعر الكتكوت. الناس اللي بتسترخص وبتجيب كتكوت رخيص علشان توفر 2-3 جنيه يا جماعه
سعر الكتكوت مش قصتك خالص، ما تبصش على سعر الكتكوت، بص على جودة الكتكوت سواء مني من غيري مش مهم، المهم ان انت تجيب كتكوت صح علشان تشوف الوزن ده، لان حضرتك مش هتشوف الوزن ده بكتكوت شعبي بكتكوت اهالي، مش هتشوف الوزن ده خالص، وبترجعوا تزعلوا وتقولي يا سمر انت بتجيب الاوزان دي، انا بجيب الاوزان ده يا جماعه لان ده كتكوتنا احنا بنورده جميع المحافظات وما شاء الله مفيش فيه غلطه. خلاص كده. كمان لازم نستقبل بشكل صحيح، لازم يكون عندك دواء استقبال كوليستين وتيروزين بتستقبل عليهم بعد محلول الجفاف طبعا 8 ساعات، بعد كده بتبدا تنزل فيتامين واملاح وكالسيوم، بعد كده بتريح وبتدي مضاد سموم في اليوم الثامن، بعد كده بتبدا ان انت تنزل كوكسيديا وكوليستريديا في اليوم العاشر علشان تحافظ على الكتكوت اللي عندك من الكوكسيديا والكوليستريديا، وبترجع تاني تتعاد طبعا في عمر ال20 يوم. انا هنا بلخص لكم القصه كده سريعا. مهم بقى من اول يوم تكون الكتكوت عندك درجة حرارة استقباله 33 ثابتة ليل ونهار، ومعاك التهوية بتلعب بيها بتثبتها على حسب العمر، ممكن تهوي المكان بالنهار كويس وبالليل تضيق التهوية شوية او تقلل التهوية شوية. خلاص كده. طيب اخواتنا كمان اللي بيقولوا لي السمان، السمان اللي حضراتكم شايفينه ده يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين ده بواقي سمان عندي هنا، تعالوا اوريكم البيض النهاردة في عمر 36 يوم السمان ده فاضي يا جماعة. بصوا اهو السمان ده عمره كام النهاردة؟ عمره 36 يوم زي ما حضراتكم شايفين. على فكرة السمان ده بيبيض، هوريكم البيض حالا دلوقتي اهو، شايفين ده بيض السمان اهو في عمر النهارده 36 يوم اهو. طبعا البيضه لسه صغيره خالص اهي، لان طبعا ده سمان لسه يعني اول مره بيبشر بالبيض، ولكن بيبيض على عمر ال 36 يوم. متخيلين بيض سمان في عمر 36 يوم؟ يبقى لما اقول لحضراتكم ان السمان من افضل المشاريع اللي تطلع معاكم انتاج وربح كويس جدا في دوره قصيره جدا جدا، هو السمان يا جماعه صدقوني اهو. يعني حضراتكم عارفين ان احنا كنا مدخلين 100 سمانه او 100 كتكوت سمان مع 100 كتكوت ابيض في المكان اللي حضراتكم شايفينه ده، واهو في البيض بتاعه اهو يا جماعه في عمر ال 36 يوم، البيض حتى لسه صغير اهو، شايفين بيض السمان الصغير قد ايه اهو، شايفين بيض سمان في عمر 36 يوم يا جماعه، يعني اسرع طائر يبيض ويدي لك انتاج بيض هو السمان يا جماعه، عمر 36 يوم. على فكره هو بيبيض تقريبا من اليوم ال 30، لان انا اول بيضه لقيتها في المكان كنا اليوم ال 30. النهارده كام يوم؟ النهارده عمره بالظبط 36 يوم، والبيض اهو يا جماعه بصوا صغير خالص اهو اهو. يبقى الناس اللي عاوزه تعمل مشروع انتاج بيض سريع هو السمان. خلاص كده. السمان من افضل الكتاكيت اللي مش بيجي لها امراض، مقاومته عاليه للامراض، مناعته عاليه جدا جدا، حتى ما بيستهلكش ادويه، ما بيستهلكش علف، ما بيستهلكش فرشه، في مكان ضيق جدا او مكان صغير تقدر تعمل رقم كبير جدا من الكتاكيت السمان. خلاص كده. طيب تعالوا بقى النهارده نوزن الفراخ بتاعتنا النهارده واخر يوم ليها في اليوم ال 36. بصوا كده معانا الكتكوت اهو يا جماعه، بصوا كده معانا هتلاقوا الفرخ اصلا لسه ما قفلش ريش، ولكن انا اذبح على كده لان انا بقالي كام يوم، بقالي النهارده 5 ايام باكلهم بواقي بيض، فخلاص الفرخ عندي طعمه حلو وبقى طعمه خلاص العلف اتغير وخلاص على كده، ده انا بذبحه لبيتي، العدد اللي موجود ده بذبحه لبيتي. خلاص كده. طيب احنا نهينا الدورة على عمر كام؟ نهيت الدورة يا جماعة على عمر ال 31 يوم، وكنت نزلت لحضراتكم في اخر فيديو ليها في عمر ال 31 يوم، وكنت اتكلمت معاكم على نوع الدواء بيحسن المشاكل التنفسية زي العطسة والكخة والكلام ده كله، ارجعوا له بقى الفيديو ده هتلاقوا فيه معلومات مهمة جدا لاخواتنا اللي مش متابعين معانا، ولكن المتابعين معانا طبعا بشكركم جدا على حسن المتابعة، وبشكركم جدا على تعليقاتكم الجميلة وعلى ثقتكم الغالية، سواء لاخواتنا المتابعين على القناة كمان لاخواتنا العملاء اللي بياخدوا مني كتكوت. طبعا الحمد لله انا بورد الكتاكيت دي يا جماعة لجميع المحافظات حتى محافظات الصعيد، ولكن الصعيد لازم نودي له كميات، لان ما ينفعش ابدا ان احنا نبعت عربيه باعداد صغيره اهالي محافظات الصعيد كلها، ولكن اي محافظه قريبه من الدهليه بنودي لها اي عدد. خلاص كده. طيب جميع المحافظات بنورد لها، اسكندريه، القاهره، الجيزه، اي محافظه يا جماعه، البحيره، اي محافظه، دمياط، اي مكان، اي محافظه تخطر على بالكم احنا بنورد لها كتاكيت، ولكن بتبقى كميات للمحافظات البعيده. خلاص كده. طيب تعالوا بينا النهارده نوزن الفراخ بتاعتنا في اخر يوم ليها ونشوف الوزن على الطبيعه. صلوا على الحبيب المصطفى، ما تنسوش كمان تشيروا الحلقه، ما تنسوش كمان تعملوا لايك للفيديو علشان يترفع ويوصل لاكبر عدد من الناس. يلا بينا.
الميزان صفر اهو. هناخد اي فرخه كده من قدامنا. طبعا بتجري، هنثبتها ونرجع تاني. ثلاثة كيلو 65 جرام يا جماعة في عمر 36 يوم اهو. 3 كيلو 65 جرام بدون امراض، بدون اي مشاكل، بدون اي حاجة. تعالوا ناخد كمان واحدة برضو. 2 كيلو 960 جرام ما شاء الله. هنشيله وناخد كمان واحد برضو. عاوز اقول لكم يا جماعة ان انا كنت بسيب الفراخ اللي هي الصغيرة وبعت الكبير، ولكن زي ما حضراتكم شايفين كده. بيجري من على الميزان. 3 كيلو 120 جرام او 3 كيلو 100 زي ما حضراتكم شايفين يا جماعه. ما شاء الله اللهم بارك. بصوا الديك مش قادر يمشي اهو ما شاء الله. 3 كيلو 120 جرام. هناخد واحد كمان برضو. 3 كيلو 10 جرام ما شاء الله اللهم بارك يا جماعه. الديك اهو ووزنه اهو. 3 كيلو في 36 يوم يا جماعه، في 36 يوم بدون امراض. لو بصيتوا معايا كده اهو شايفين الديك لسه ما اكتملش ريش يا جماعه. الناس اللي بتعرف في اعمار الفراخ هتبصوا كده تلاقوا الفرخ لسه لون ريشه اصفر يا جماعه، لسه شعر الريش اللي هو بدايه الريش ده لسه ما اكتملش اهو. بالمنظر ده يا جماعة الناس اللي بتعرف في الأعمار هتعرف الكلام اللي أنا بقوله ده أهو. شايفين الصدر بتاعه عامل إزاي؟ ده الكتكوت الروس يا جماعة بيعمل صدر زيه زي القب، ولكن لازم تشتغل بشكل صحيح وتجيب كتكوت مظبوط علشان تشوف الأوزان دي. دي كانت حلقتنا النهاردة بجد من قلبي، بتمنى لكم جميعا التوفيق. بتمنى الناس كلها تشتغل من بيوتها ويبقى عندها دخل وعائد من بيوتكم يا جماعة، تقدروا تعملوا عائد وعائد كويس جدا كمان. دي كانت حلقتنا النهاردة، شكرا ليكم، شكرا على حسن المتابعة. اشتغلوا واشتغلوا بشكل صحيح، وأهم حاجة الكتكوت اللي حضراتكم بتدخلوه علشان تشوف الأوزان دي معاكم في نهاية الدورة. وكمان الناس اللي مش بتعرف تشتغل السمان يا جماعة، السمان من أفضل المشاريع اللي تعرفوا تشتغلوه وتشتغلوه أي حد يشتغله سواء المبتدئين او المحترفين. السمان اصلا مش محتاج اي حاجة خالص، من افضل الكتاكيت اللي تربوها هو السمان. وشوفنا البيض النهاردة في عمر 36 يوم. دي كانت حلقتنا النهاردة، شكرا ليكم، بحبكم جدا في الله، شكرا ليكم. قابل في الحلقة الجاية ان شاء الله بدورة جديدة باذن الله، واستنوا مني دراسة جدوى مهمة جدا، واستنوا حلقة الارباح اللي احنا اخدناها في الدورة دي باذن الله. شكرا ليكم، اشوفكم تاني بألف صحة وخير.